ان شاء الله استوديو اول مره نزوره ديوان اف ام، حاجه ما شاء الله، حاجه توب ومحلاه الجو، وان شاء الله تتعدى ان شاء الله حصه باهيه ان شاء الله. فرحانه بك برشا، وفرحانه اللي انت من الفنانين اللي توانسه بالكورونا مش بالكورونا، ما شاء الله الله واحد. الله يبارك ان شاء الله، ربي يبارك لك، وان شاء الله ديما هكا تنتج تخدم رؤوف ماهر، تنتج ما تقفش، تعمل في غنيات، تصور في كليبات، تعمل في ثنائيات، تتحرك. الحمد لله، هذا توفيق من ربي، وتحية لعائلتي اللي واقفين معايا مدعميني، أصحابي ليكيب اللي معايا الكل نوجه لهم تحية، ريان عاشور، وجدي بن عبد الله، سعد، بسام، ليكيب الكل الكل الكل، مختار كبسي، هذوما ناس اللي يعطوني معناها الدعم. هو شنو هو الفنان؟ الفنان كي يلقى معاه فريق يحب معناها يشجعوك، هذاك يعطيك بروجي الاخر يقول لك هاني معاك اخدم وهنا معاك، غادي تنطلق الدعم المعنوي والدعم المادي زاد كيف مهم كله مع بعضه. من اين لك هذا رؤوف ماهر؟ برشا فلوس يتطلب هذا توفيق من الله والحمد لله، وتوفيق من ربي، ومحبه اصحابي واحبابي اللي وقفوا معايا، اللي اليوم جي النهار اللي ان شاء الله ربي يوفقني اني رجع لهم التعب هذا اللي تعبوه معايا، اللي حتى الفرحه نقسمها معاهم، انا فهمتي في كل شيء. كيما حكيت لك احنا بدينا ايكيب، ولكن احنا عائله اليوم، كما وقفوا معايا لازمني نوقف معاهم، وليتوا يد واحده وروح واحده وعندكم اوبجيكتيف واحد اللي هو انه رؤوف ماهر اليوم يكون من الفنانين اللي موجود على الساحه الفنيه وجمهورك يكبر. هذاك علاش نشوف انا رؤوف كي نتبعك ونشوف اغنياتك متنوع، ولكن الاكثر معناها تغني اللون البدوي، اللون اللي معروف في اهلنا في الجنوب التونسي اللي نحبوهم برشا ونحييهم برشا. وكاينك هكا تلوج على روحك شويه طربي شويه بدوي شويه ديني شويه هكا. باهي خلينا نوضحوا حاجه، ايش معناتها بدوي؟ البدوي اللي فيه الذكرى، اللي فيه الروح، يعني البدوي. شوف هو هذاك الفن التونسي متاعنا، هذاك اللوجو، هذاك الطبع الصحيح، هذيك الكلمه التونسيه اللي يحب اي فنان اليوم غادي باش تنجح عربيا الا ما تنطلق من اصلك ومن لهجتك ومن بلادك. هذه هي الحاجه اللي انا ممكن قبل ما خدمتش عليه، مع اني بديت وقتها التراث نغني، اول بداياتي كانت معناها نخدم برشا على التراث مع تروب جربه انترناسيونال، معناها من بداياتي، معناها اليوم خدمت ممكن ركزت على الكلمه، على اللحن، على البساطه، حتى في الايقاع لازم نعطي الروح نتاع البلاصه اللي انت تخدم عليها. دونك هكا الجو الغربي وكل حاجات حسيتها ما هو جونا، فهمتي؟ مع انه هو فن. اما تنجم تعمل كل ميلانج بين التراث نتاعنا اول ما بديت اول ما بديت عملت الميلانج، اليوم عطيت الناس معناها تفاعلت معايا بالطابع نتاعنا، وكيما حكيت لك معناها هاني معناها عندي برشا اعمال، معناها خدخد حتى لبرا في تونس وانتجت، ولكن في بالي خرجت لبرا الاجواء علاش وكيفاش وما خرجتش وينك غريبه شويه رؤوف تخرج لبرا، وحتى سمعت انك كنت باش تتعامل مع مروان خوري وباش تتعامل مع روتانا، دونك تعاملت بلوتو مع روتانا، دونك تحلت لك الابواب، ابواب الانتشار عربيه. اي وقتها انطلاقتي بعد مهرجان الاغنيه الحق، معناها مشيت لمصر، مشيت مع مزيكا، تعاملت مع روتانا ومزيكا، هبطوا لي غنياتي، معناها هبطوا فما غنيه خليل ونجحت خلاص، معناها ومشيت في سيرتو لبرا زاد نجحت، برشا ناس ما يحسبها معناها خليجيه الغناء اللي هي تراث خليجي ما نعاودتها، وفي تونس تمنعت مش حتى معناها اي اذا كاني ما مشيتش نقول، اما انا لا بعثت للاذاعات، بعثت للناس، تعديت باساج وقتها فكرة في الوطنيه مع الفا الساحلي، تحيه لها تحيه له، وتعدت باساج مع نوفل، وبعدها الغنيه ما غادي سي ماتت من وقتها. اعطيني السبب. معناها شنو هي السبب؟ السبب واضح جدا، السبب ان اليوم وسائل الاعلام تركز برشا على الحاجات اللي لبرا اللي هو غلط، لازمنا نصلحوا كيما احنا عندنا اغلاط الفنانين. احنا خاطر توانين كي نشوف روحي مثلا كي كنت صغير نسمع ديما، نسمع لراديو ولا حاجه نسمع الفنان الفلاني، الفنان الفلاني نبدا نسمع منه ونخدم كيف هو بهيالي باش ننجح في بلادي بالطريقه هيك، وهي غلطه. علاش؟ على خاطر هنا نسمعوا في غنايات اخرين ومخلين غناياتنا، معناها اليوم هاكي نشوف الفنان هشام النقاتي ساعه فرحت برشا، نحب نوجه له التحيه، ثم من الناس فنانين كيما كيف هو كيما المرحوم حسن الدهماني. وين حسن الدهماني؟ الله يرحمه.
الله يرحمه مات الله يرحمه صحيح، ولكن ما ماتش حسن دهماني، خلى صوته وخلى فن متاعه. اليوم المفروض الناس والمرحومة منيرة حمدي عليا معناها ضم الناس ما يلزمش يموتوا. تربية رؤوف لا ما نهربش بيك، هذا مهم جدا. شنو سبب منع الأغنية اللي أنت حكيت عليها الخليجية؟ السبب الإعلام ما تعدتش الأغنية. علاش؟ على خاطر كيما ما تعدوش الفنانين هذا حكينا عندهم يعني موقف من رؤوف ماهر ما عداوش غنيته؟ عندهم موقف من رؤوف، عندهم موقف من الغني نتاعنا، عندهم موقف من الفنانين نتاعنا. معناها ديما يشوفوا الفنان التونسي ديما محقور. انت في بلادك تحق، نمشي لمصر غادي يبدا يحكي لي بفلان بفلان بفلان، بعتالي يجي تونسي ويجي لبناني ويجي فهمتي؟ هذا اللي يعني نحكي لك. تعال نعطيك مثال، يهبط فنان عربي مشهور يا ودي نحكي لك، واحد القنوات تبدا ترشي فيه بالفلوس، هذا على عيني شفته. شنو معناها ترشي بالفلوس؟ تعدى معايا باساج نعطيك كذا اللي هو باساج بالفلوس مش ترشي فيه. مالاش بكم ما تخلصوناش يعني؟ انتم ما طلبتوش هاكم وليتوا تطلبوا تو؟ لا شي خلينا من ما طلبناش، اما خلينا نحكوا بالعدل. انت فهمتني بيا رؤوف، انا فهمتك. في مصر وفي العالم العربي البرامج والانتاجات تكون ضخمه، دونك الفنان اللي يكون ضيف هو بيدو يخلص ويطلب هذا. وعلاش به كيما في مصر ما احنا في تونس هاكم وليتوا تتكلموا؟ لا لا مش خلينا من ولينا، خلينا من ولينا. علاش في تونس ما تعملش حتى هي شرط للفنان العربي مهما يكون شكون هو؟ خاطر تونس اعلى من الكل. ما تجي هنا متعدى معنا كيما ولادنا. ما انت اليوم كي تجي تحضر باش تبيع الاغنيه نتاعك تولي تدفع هكاكا من وليو؟ اذا كان انتم تشوفوا والا لازم ان ندفعوا اكيد باش نمشوا لها الطريقه هذه، ولكن كي تخلص من فنان تجيبوه وتخلصوه. قلت حاجه انا مانيش ضد راه، لا لا هو بالعكس هو الموضوع تجبد سبونتاني. مانيش ضد انه فنان اليوم، اما الفنان التونسي لازم يقبل بالاسئله الكل، اذا هو باش يعطي باش يعطيه فلوس. في مصر كي نجيب انا فنان مثلا انا اعلاميه مصريه قولوا راني باش نحكي معك في امورك الشخصيه هكا وهكا، هو الاعلامي لازم حلقته تتباع. ايه اوكي تتباع. انت ترضى بهذا؟ دي يقول لك باش نجبد لك هكا باش نجبد لك هكا. والله شوف هو بعتلي القرار يرجع للفنان، مش يرضى ولا ما يرضاش، خاطر هذيك حاجه اخرى. بالنسبه لي كفنان عندي تو عندي شروطي، مثلا باش نمشي لاي باساج نتاع التلفزه ندرس وقتاش نخرج شنو هما الاسئله وشنو اللي باش نحكوا فيه. هذاك الكل اليوم وليت من حاجات نركز عليها، وكل حاجات اللي حاجات نشوفها ما تمشيش معايا خاطر صورتي في الاخر. الفن حاجه والانسان، انا ديما نحب نكون انسان قبل ما نكون فنان. الفنان اوكي معناها مهنتنا وكذا، ولكن اليوم انا نحب نكون الانسان قبل ما نكون فنان. فما حاجات لعب معاها لا دورك الاعلامي اليوم باش يكون محسوب وباش يكون صحيح. خالص ولا صحيح. مش خالص؟ لا 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 مش خالصين ودي، مش حكايه راهو خالص، اما راني اعطيتكم راهو خاطر مازال تصير لليوم راه فنانين من برا يجوا. راهو عندنا فنانين نتاعنا راهو ما يسالش اليوم الاذاعه مهما تكون شنو هي كي تشجع الفنان راهو باش يمشي ينتج. اسمع ماهيش فلوس، نحو الفلوس اعطيه قيمته وقدره والكادر نتاعه. انا مش ضد ان نفرحوا بالفنانين العرب على خاطر تونس وجهه للفنانين العرب، دونك احنا كي جينا نضيف فنان دونك سي نورمال باش نفرحوا به. خاطر انا مره مشيت للاذاعه عندي معاك انه عندك الحق انه اليوم زاده لازم نبجلوا فنانين التوانسه ونقدموا منتوجات فنانين التوانسه ونقدروهم ونقدروا العمل اللي خاطر نعرف مش ساهل اليوم فنان تونسي ينتج. مشيت في اذاعه عديت بغنيتي جيبها معايا وتعب عليها ويعلم ربي، فما فنان عربي جابوه معايا خذوا الوقت كامل اعطوني 8 دقائق وبعتلي ما عدالي حكي معايا كلمتين وما عدليش الغنيه كي سالته وقتاش الغنيه باش تتعد، عملها لي بتمسخيره ضحكه نتاع تمسخيره. تنشوف ممكن 3 ل4 نتاع العشيه تو نعدوها لك. شكون هذا؟ هو يعرف ولينا اصحاب بعتالي، ولكن بعتالي تصالحتوا معنا يمكن ظلمك في الوقت. تصالحنا ولكن شوف نعطيك حاجه، صلح نتاع الماسك انا راني مانيش جوي. اش معناتها كي نتسامحوا كي كل شيء يطيح في الميك كيما يقول لك كيما اللي تربينا عليه يعني سي صارت غلطه تنسامحك ومسامح كريم وعادي وتصير، اما نتاع تتليف هكا زعما خيان وما صار شيء وكذا وبعتالي تولي وكانك ما تعرفنيش، وين الصلح؟ اما صلح تحكي عليه؟ احنا رانا الانسان كما حكيت لك يلزمك تشوفني كي خوك، كي يصير الاختلاف نختلفوا ونتناقشوا وكذا، ولكن ديما نبقوا خوت. اذا كان بالحق
تحب الخير للناس، اما باش اكل برستيج وكزعمه زعمه في وعدي وواحد وكل شيء، لا لا ماني ضدهم، ما نعتبرش انه صديق ولا صح. ما عادش باش نقول هذا صديق، مانيش باش نقول لك شكون ولا اعلامي، خاطر عرفتك على شكون تحكي توا دونك سيء. مانيش باش نقوله، مانيش باش نلزلك اكثر، وما نحبش نعرف وما نحبش المشكله تكبر، وما نعرفش نجم نتفاهم الاعلامي ذاك، يكون روحه يحب الاعلامي كي يجيب فنان يقول له فلان تعارك معاه يبدا يزيد يفتن مع فنان لا اخر، لا وما يحب لا لا ماذا بيا ما نعرفش شكون الاعلامي، ونتصور اللي منش دفاعا عليه، ولكن ينجم يكون الله غالب غلبوا الوقت. انا بيدي ساعات تصير لي راه هاني انا ساعات تصير لي، يصير لي مشكل في الكونديكتور، يصير لي حاجه انفيتي يجيني روتار ياكل من وقت لاخر، دونك دو كو تتخلوا الدنيا ومش مش مش اللي انا ما نقدرش الانفيتي اللي قدامي ولا تقليلا من قيمته ولا من شانه، ليه ساعات تصير باهي اميمه شوف تصير اوكي، اما وقتاش تصير؟ كي تصير حاجه نفهمها الناس الكل، اما كي نجي تاخذ الوقت كامل واني قاعد نستنى لبرا ونشوف باش ندخل، وحتى كي صارت سيدي خذيت الوقت ومثالش وتحبوا تخدموا وتبيعوا وجوكم كل شيء، كي ندخل اموال دخلني بغنيتي تتعدى اللي جاي عليها. جاي كراني بط من باريس، روحت المدنين، مدنين جاي 500 هذاك كله ما حسبهاش. تي فما برنامج في التلفزه قصيت بي مره طياره ومشيت عليا وبعث لي ما عادش تجاوب فيا. برنامج لا عاد هذا كلمة معناه وعيط لك؟ لا 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 شكون؟ برنامج عيط لك اي معناها تفهمنا على اساس باش يتعدى، بعث لي ما عادش تجاوب فيا خلاص. اعلاميه هي تخدم اعلامي معروف زاد وقناه معروف. تي هذا مع حاجات نسيتها ماني توا ما عادش نحب نحكي عليها. هذاك عليه عندك مشكل مع الاعلامي؟ مش عندي مشكل، انا نحب نحكي الحقيقه باش ما عادش ثم الاف كيفي قاعده تصير لهم. متاكد الاف الفنانين تصير لهم، وحتى من تونس من هنا راه مش يعني كان في الجنوب، وجنوبك عاد خلي عاد حكايه اخرى، هكا مدفون غادي. فهمتني؟ انت على راسنا رؤوف، ونعرف قداش تخدم وين نحب صوتك ونحب اغانيك وبالحق، ونحب على خاطر انت من ريحه الجنوب التونسي نحييهم برشا. نخرجوا فاصل صغير وراجعين مع رؤوف ماهر. بوبليسيتي تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5. تسمعونا في سويقز على الفريكونس 9.2.